على لسان السياسي المعروف أحمد نجيب الشابي أتوقع إيقافي خلال السويعات القليلة القادمة. هو قال يقول إن مجبود يعني في برشا قضايا من بينها التآمر بين ظفرين أو شبهات التآمر على أمن الدولة. يقول إذا تم إيقافي فإني سأطالب بنزع كاميرات المراقبة من السجن أو من الغرفة اللي باش يقيم. فهذا كل توقعاته هو، راه مازال ما فما حد شيء رسمي. يقول أيضا مانيش باش نركب في سيارة التعذيب على حد قوله. هو يحكي على السيارة المعدة للنقل بين السجن والمحكمة. سؤالي شنو يحب يقول بالضبط؟ نعملوا يعني إقامة خاصة من الدرجة الأولى وتنقل خاص بالسياسيين؟ وهل عنا احنا التصنيف اصلا في السجون التونسية هذا سياسي وهذا مواطن عادي؟ شنو يقصد بالضبط؟ انا والله مع احترامي وتقديري لشيخ خطيه احمد نجيب الشيبي كان سياسي بلغت به شيخوخة واصبح يهذي وأصبح يعيش الهذيان. وأنا من منبر هذايا أني نقول له يا سي أحمد لو كان عندك ماضي ما حفظتش عليه، اللي أصبحت أنت توا نكرة في المجتمع وأصبحوا يخزروا لك بغدي زهر. ما أنا نقول له يا سي أحمد بالحق راك اللي تحكي فيه هذيان وهذيان الشيخوخة وهذيان الكبر، يرحم والديك يا سي أحمد. راك أنت اللي ولعت الإنسان الأولاني، راك أنت اللي عملت لفيل دي تارت نتاع الإكسبلوزيون، أنت اللي أنت ومجموعة اللي كانوا وراك انتم اللي دخلتونا في وغوغة وكثرتوا الدوي. واذا كان هما انت تو على لسانك انت تعمل في فزاعة ومهدد وباش يربطوني، انا راها دوي دوي فارغ وصدى جبال لا صحة منه. واذا انت باش تطلع في سيارة معدة وموافقة عليها العالم كامل أن حسب المواصفات اللي يمشي فيها السجين، من أنت وتتكهن روحك باش تمشي أنك تحضر في فزاعة للمجتمع؟ راهو مقتنع مقتنع أنك أنت سي بالنسبة للمجتمع التونسي أنت بيريمي من السياسة. راكوفيت مشات اللي كانت العنصر اللي العذراء اللي جريبي مية جريبي صحيح كانت هي خدمة الحزب، وانت راك تو صليت على السياسة وهزك الكبر وابعد على السياسة يرحم والديك. راك دمرت تاريخك دمرته وتمسطه وما عادش احمد نجيب الشابي مو الديمقراطية اللي يسميوه التوانس. اللي نعرفه انه في قيادة السيد قيس سعيد ما ثماش معناها انه القضاء ماخذ استقلاليته وما ثماش تصنيف يعني في جانب السياسيين وفي جانب المجرمين أو المنافقين، ما ثماش تصنيف. وهم المرة فاتت سمعت مهز لأنهم يطالبوا بسيارات خاصة معناها من أجل نقلهم، هذا دليل اللي هم مستهينين بالقانون، مستهينين بالقضاء، مستهينين بالحكومة ككل. ما زالت حاجة واحدة يظهر لي حتى في السجن يلزمهم يأكلوا الكملا والكروفات والمشويات والمنشطات، ويدخلوا لهم زادة شوية عزلكة ماك الهجرة الغير نظامية باش تنقص عليهم الحدة متاع الربطية. هما ذوما يحبوا السجن يردوه مع نزل باربع نجوم ولا خمسة نجوم باش ما يحسوش بالحده نتاع الربطيه. بالنسبه لنجيب الشابي والاخر وغيره وغيره كيما يحبش الشيء هذا، انا عامة الشعب عايشين يزمو يقبل كيما هو موجود على الناس الكل. على الناس الكل فهمتني ولا ثماش؟ معناش يعني مواطن درجه اولى خاطر سياسي ومواطن درجه لا لا ما ثماش هذا، مواطن درجه اولى ودرجه ثانيه فهمتني. الناس الكل كيف كيف فهمتني ولا البشر الناس كلها كيف كيف. أما خلي الناس تعرف، خلي تشوف الناس السياسيين اللي حكموا توا واللي حكموا قبل واللي حكموا قبل، خلي يشوف الشعب ايش يعاني، خلي يشوفك الأمهات اللي قاعدة في السجون تستنى بالثلاثة سوايع وبالأربع سوايع باش تهز القفة، وتو القفة ما تنجمش تهزالو فهمتني ولا لا؟ خلي الناس تعرف، خلي تعرف. أول حاجة سي أحمد نجيب الشيبي قالوا يعتزل، يزيه ما صحيح ومناظر كبير وعمل في فرنسا وناظر. اما تو كاويس تو الدوله بحاجه تاع الناس تخدم معاها مش باش تجي تعارض، باقي قاعد يعارض ذكاك في لا شيء. سي احمد نجيب الشابي كان كرم لحيته بيده هو وولده ولا خوه، هو تو موقف خوه موقف ويزم يعملوا له كاميرا ولا شي يحب يشتغل ما فهمت. نحيو كاميرات المراقبه هي موجوده.
بطبيعة الحال موجودة حتى في سجل الإيقاف موجودة كاميرات الملاحقة. مانيش عارف شنو يقصد بالضبط سي أحمد نجيب الشابي تو نورمال هو وخوه الصغير يعتزلوا يخليوا الناس تخدم على رواحها، خليوا الرئيس قاعد يخدم على روحه قاعد يخدم في ثنية نظيفة ورجل نظيف ويزينا من معارضين فارغين ساعدوا تمول فيهم يكون دول الله أعلم وما كان عايش في فرنسا. لا الرئيس قيس سعيد ولا القضاء التونسي ما يدخل كان بالقانون، أما هذوما لم يفهم ما أنا ما فهموش غضب الله عليهم، فيهم من لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا وداروا على بعضهم، وفيهم هذوما المتواطئين. هذا يا نجيب الشابي معناه يحب نعملوا له حبس نتاع برجوازية، يزي من الروايق نتاعك، وإذا عندك برجوازية وبعت بالمليارات دارك وصرفت وتحب تولي رئيس على تونس بالسيف راه ما فماش منها الحكايه دي. يظل انا حسب رأينا يقصد نعملوا سجن خاص بالسياسيين وسجن خاص بالمواطن العادي، وحسب رأينا بين قوسين مش ممكن واحد يكون في سجين ما يقبلش زياره اهله، مش ممكن. هذه حاجه ما يقبلهاش المنطق وما يقبلهاش العقل. يا سيد ماكش على راس كريشه، انت كي الناس كل واحد من الشعب التونسي عملت تتحاسب، والقانون ما يحميش المغفل. يقول اذا انسان عمل تتحاسب وقت يتكلم رئيس الجمهوريه يقول راهو عندي ما يثبت، ها ماهوش لعبه راهي الحكايه، ماشي لعبه راهي، ولا بالك شي سخاله وما كيما السياسه اللي تعاملوا فيها سيتان جو بوليتيك. لا السياسه ماشي سيتان جو بوليتيك، يا تعمل سياسه باش تقدم دولتك يا مش لازم. مادام هو مش مذيف، مادام هو عرف روحه مش مذيف، هو قديم معروف ما عطاه حتى شيء للبلاد، مازال يخرب في البلاد، مازال يعفي فتنه، وربي قال الفتنه اشد من القتل. خويا انت خدمت البلاد ما عطيت حتى شيء للبلاد، انت عميل الاوروب، عميل معناتها نقولوا القطر والبرة معناتها الاجنبي، معناتها احنا خويا ما عادش صعدنا، ما عادش تعطينا حتى شيء. جربناك خدمت انت في السياسه ما عطيت حتى شيء سياسه، ما عاد بورقيبه ما عاد بن علي. خويا سيب بلادنا يرحم وديك، انا تو باش نقرا آية قرآنية بالذمه لتونس وربي يحمي لي بلادي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أترجاك يا سيد أحمد أخذر لي كبرك، أخذر لي شيخوختك، وقعد أوبسيرفاتور، وقعد ملاحظ، كان عندك حكمة باش تفيد بها التوانسة مرحبا بيك، كان ما عندكش تقعد أوبسيرفاتور، جنيت على أخوك، جنيت على الناس اللي لونتوراج متاعك اللي أنت كنت السبب وأنت اللي عملت البلانيفيكاسيون وهزيتهم للهاوية وأصبحوا يتآمروا على الدولة وتسبوا وين تحكيوا عن الديمقراطية؟ الديمقراطية هاي في تونس تو أنت تسب انت معارض وتسب وتشتم وفي الجهاز المرعي متاع الدولة وتتعدى وتقول اللي تحب وتنادي بالديمقراطية. اين هذه ديمقراطية حد النخاعة؟ هذه ديمقراطية نعيشوا بها انت انا معارض ونسب فيك ونتعدى على جهاز الدولة وجهاز الوطني، وانت باقي انك مظلوم وباقي انك تتظلم؟ لا يا سيدي الكريم، ابعدنا، خلي التوانسة يكملوا منهجهم. يلزمهم يعتزلوا السياسة نهائيا ولا يندمجوا مع الرئيس، يكونوا صف كالشعب، يخليوا يقعدوا كالشعب، يشجعوا الناس الصغار اللي تخدم تو نورمال، قاعدة فئة صغيرة قاعدة تخدم على روحها، علاش هما ما يشجعوهمش؟ علاش ديما يحطوا لهم في العصا؟ نشوف فيهم السياسيين كان القدم، كان غنوشي، نجيب الشابي، مش عارف ما ثماش سياسيين تحس فيهم ما حلاهم وليدات صغار هكا ويعارضوا، ما فما حد. خدهم وقاعدين يحطوا العجله في تونس راهو مش للرئيس. وقت المحاسبه توا ولاو يفتيوا وحدهم، كل واحد يطلع لك في فتوى، عملت تتحاسب ما فهمت. قال لك ما عملنا حتى شيء، رئيس الجمهوريه يستهدف فينا لانه احنا معارضين. يا ذنوبي لا اله الا الله. الشيء شفناه، الرجل نظف القضاء، نظف برشا حاجات، قاعد يحاسب،
مع صندوق النقد الدولي، مع الاتحاد الاوروبي، قالوا ما تتدخلوش في الامور الداخليه نتاع الدوله، وهذا بالحق ما يلزمهمش يتدخلوا. يعطيك صح، معناه هذا شيء انسان واضح قاعد يحكي ويخدم. يعني كي تجي انت تحب تعيش في الفساد يا سيد انت، وتعيش في البذخ، من كي يقولوا لك من اين لك هذا ما تحبش تجاوب يا سيادتك انت؟ لا، هذا لا. انت واحد من الشعب التونسي كيما الناس الكل، كي لاباس عليك كي السياسي كي وزير. هنا وقتها نقولوا بالحق فما العدل.